ما رأيكم في قول الألباني في كتابه كيفية الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الركوع بدعة؟ وما رأيكم في قوله في تقديم اليمين على الركبتين عند السجود وما أحفاه؟ هذا قد نبهناه عليه، قول إن وضع اليدين بعد الصدر بدعة هذا غلط، فنبهنا عليه فكتبنا في هذا فصلا من مدة، ووضحنا أن وضع اليدين على الصدر قبل الركوع وبعد الركوع سنة، وقول فيه صلى الله عليه وسلم النبي إنه بدعة غلط منه، عفى الله عنه وعنه، ولعله يراجع ذلك لأنه رجل جيد وطيب وطالب علم وله نشاط كبير في الحديث جزاه الله خير، ولكن له أخطاء وأغلاط مثل غيره، إنه هو وغيره كل الله أغلاط، لكن هذه غلط منه على كل غلط. وضع اليدين بعد الركوع وهو قائم سنة مثل وضعها قبل الركوع سواء سواء. يقول وائل رضي الله عنه من حجر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة يضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسل والسائل. نعم هكذا السنة. وأما عند السجود فاختلف العلماء، منهم ما يرى وضع اليدين قبل ومنهم وضع الركبتين، والأرجح وضع الركبتين قبل حتى لا يشبه البعيد في وضع يديه، لأن البعيد يبدأ بيديه، فالسنة أن تبدأ برجليك لا بيديك خلافا للبعيد، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه عليه الصلاة والسلام.